إذا للوقوف عند ذكرى تأسيس الجيش الوطني في العراق في ظل تصاعد نفوذ الميليشيات، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. أستاذ مظفر، مرحبا بكم. يعني بالتزامن مع ذكرى تأسيس الجيش العراقي الوطني، الحشد ينفذ مناورة بحرية مشتركة مع الحرس الثوري الإيراني في شط العرب في محافظة البصرة. بداية، ما دلالات هذه المناورة وتوقيتها؟ مساء الخير استاذ محمد عليك وعلى المشاهدين الكرام. حياك الله استاذ. بصراحه بالبدايه عقده الايرانيين من حرب القادسيه، خسارتهم للحرب هذه وتجرحهم السم مثل ما ذكر تقريركم، نعم، هو هذه الدوامه اللي ما يقدرون يخرجون منها، لا هم يقدرون ينسون الهزيمه ولا يقدرون يطلعون من ردائها بالرغم من مرور هذا الوقت كليته. المسألة الثانية أنه الأنباء هنا تتوارد في أوروبا وفي هولندا عن وجود مفاوضات بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي في عمان، سلطنة عمان. أعتقد أني هذه كليتها هذه اللي صار بالفاو بالعراق، والإشارة اللي انطاها حسن نصر الله البارحة أول البارحة للعراقيين بأنه هذه فرصتهم أنه يتخلصون من احتلال الأمريكي ولازم يجابون الأمريكان، هذه كلها اشارات للضغط على الامريكان على طاوله المفاوضات. يعني من باب ايران ما تريد تحارب امريكا ولا وتخاف من بواجهه، نصر الله ما يريد يصعد الحرب، لكن يدفعون بالعراق والميليشيات العراقيه الى مهالك الحرب والنار ضد امريكا. لو اخذنا تصريح لوزير الخارجيه فؤاد حسين، وهو ايضا في نفس الوقت نائب رئيس الوزراء، يعني يقر ويعترف بأن هناك ميليشيات تعمل خارج إطار الدولة، في هذا الإطار أستاذ مظفر، من يتحمل مسؤولية انفلات والتصرفات الغير المسؤولة لهذه الميليشيات؟ من يتحمل كل ذلك؟ يعني فؤاد حسين ما جايب شيء جديد، حتى الطفل بالشارع يعرف أنه هذه الميليشيات موجودة ومتغلغلة بالدولة. الى حد العام، الى حد منتصف العام الماضي، الانباء اللي رشحت من البنتاغون الامريكي انه كانوا يمولون ميليشيات بدر وميليشيات هذه العامري وغيرها بالرواتب الشهريه، سبحان الله هذه العامري اليوم اللي يطلع الامريكان للعراق، لكن لما كانوا يصرفون رواتب الافراد ميليشياته كانت امريكا مرحب بها. الجهة المسؤولة بتمادي الميليشيات هي الحكومة العراقية. الحكومة العراقية ضعيفة، تضم بالكابينة الوزارية مالتها قادة هذول الميليشيات، وزراء ومناصب مهمة بالحكومة العراقية يجلسون مع رئيس الوزراء يساهمون بالقرار العراقي، من جانب آخر ميليشياتهم تقصف المنشآت العراقية، تقصف المباني العراقية، تتمول من الحكومة العراقية، والساحهم اللي يشتروا من أموال الدولة العراقية. الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة على تغلغل الميليشيات وصالتها. أستاذ مظفر، هؤلاء الوزراء ولاؤهم لمن؟ هل يعملون لصالح الشعب أم لصالح أحزابهم؟ على سبيل المثال، مثلا عندنا وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، وهو قيادي في ميليشيا العصائب، تعتقد أن هذا الشخص وعلى شاكلته يعملون لصالح العراق أم لصالح الأحزاب والميليشيات التي جاءوا من خلفها؟ يعني قطعا هم يعملون لميليشياتهم والجهة اللي تقف وراء ميليشياتهم، وهم بالمناسبة بأي مكان وبأي مناسبة وعلى الفضائيات وعلى لسان مسؤوليهم وقادتهم يجاهرون بولائهم لإيران، ويجاهرون بأنه واحد بيهم يعني قبل فترة موجود على اليوتيوب اعترافاته بأنه إذا حصلت حرب بين إيران والعراق فإنهم سيقفون مع إيران ضد العراق. هم يجاهرون بهذا الشيء، يعني ما مستحين من عنده، ما خجلانين من عنده، ولا أكو رادع لهم ولا أكو محاسب لهم على هذه المواقف مالتهم. أستاذ مظفر، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى يقول بأن الحشد أصبح نسخة طبق الأصل لقوات الباسيج الإيرانية، ولكنها في العراق نسخة طبق الأصل عن قوات الباسيج الإيرانية.
هل هذا صحيح أستاذ مظفر؟ أتفق معهم مليون بالمئة، لكن مع ملاحظة الفرق أنه الباسيج الإيراني هو وليد الحكومة الإيرانية، وليد الدولة الإيرانية، هو رديف للحكومة الإيرانية في قمع الشعب الإيراني، رديف للجيش الإيراني، لكن الفرق أنه النسخة العراقية نسخة هزيلة، نسخة مشوهة من الباسيج الإيراني، لأن الباسيج الإيراني ما تتحكم بدولة خارج إيران أو دولة تريد مصلحتها بالجانب الأول. الحشد وميليشيا الحشد هم نسخة مشوهة من الباسيج، هم ضد الدولة وضد الشعب بنفس الوقت، ضد الجيش، أنهكوا الجيش، ساهموا بإضعاف الجيش ويساهمون بإضعاف الدولة ويساهمون بجانب آخر بقمع الشعب. إذن هم يشبهون الباسيج بتبعيتهم لإيران، لكن ما يشبهون الباسيج بتبعيتهم للدولة العراقية. أستاذ مظفر، المراقبون للشأن العراقي يتحدثون عن أن وجود هناك نية حقيقية لإضعاف الجيش وإظهار قدرات الميليشيات داخل العراق. ما الهدف من إضعاف الجيش؟ الهدف الأول حتى يكون هم أقوياء، حتى يكونوا مسيطرين على مرافق الجيش والمرافق العسكرية اللي موجودة، حتى يبقى تسليحهم أكثر من الجيش. هم أنشأوا هذا الجيش على مواصفات هم يريدوها، أنشأوا على 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 المحاصصة وعلى الطائفية. الوزير اللي يجيبونه وزير يكون بلا عمل، بلا 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 مسؤولية، ما عنده مسؤولية، ما يقدر يسوي شيء، خاصة الوزير الأخير اللي هو متهم بأنه كان هارب من الجيش. هذا كله حتى يبقون الجيش، لأنه هم ما يقدرون يطلعون إيران ومن وراءها وعملائها، ما يقدرون يطلعون من دوامة أنه وجود جيش هزمهم في يوم من الأيام. وهناك فرصة أنه يكون وعي داخل الجيش، وهذا الجيش قد يكون في يوم من الأيام يكرر طرد الإيرانيين وكسر شوكتهم. هم يخافون من هذا الشيء، لذلك يحاولون دائما أن يكسرون شوكة الجيش، ملؤوه بالضباط الدمج، ملؤوه بالأركان والضباط اللي ما يعرفون شيء، ما يفقهون شيء من العسكرية، حتى يبقى خاوي من جوه. عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لكم.